استفادينا من القطع الاعراض الفارغه المخصصه مدارس. هذه القطعه رقمها 4447 في مقطع 827 حي المهندسين، مخصصه ضمن خمس مدارس ضمن الاتفاقيه الصينيه، اربع مدارس ثلاث طوابق كل واحده 24 صف ومدرسه نموذجيه. بلشت انه كملنا اجراءاتنا ب 2021، بالنتيجة تم إحالتها ضمن الاتفاقية الصينية والشركة اشتغلت ونزلت آلياتها وجات تشتغل ومستمرة بكل المواقع. فوجئنا أنه أحد الشيوخ جايب كتاب من العتبة الحسينية موجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى محافظة البصرة أنه هذه الأرض يريتها على أنه مدارس الأيتام. زين، هي الأرض محالة وهذه السندات الموجودة، هذا السند الأصلي تشوفوه مديرية بلدية البصرة إنشاء مدارس، وهذا استلام سند استلام من قبل بلدية البصرة تنظيم المدن إلى الشركة الصينية والتربية البصرة، والشركة اشتغلت. فوجئنا أنه تم توقيع الكتاب، طبعا ثلاث محاولات، المحاولة الأولى بال 2021 تم توجيه كتاب سيد المحافظ لغاء، وايضا تحرك مره ثانيه ايضا وقعوا الكتاب وهم السيد المحافظ لغاء، وهسه المره الثالثه نفس الشيء يريد يستملك الارض ومستخدم كل السلطه مالته. فوقفتنا اليوم لا ضد المشاريع التي تقوم بها العتبة الحسينية في كل أنحاء العراق، جزاهم الله خير الجزاء، مشاريعهم راقية ووصلت إلى قمة القمم. واليوم ندعو العتبة الحسينية بإنشاء مشاريع كثيرة سواء في العراق، في كربلاء، في البصرة، وخاصة في القبلة، لكن يأتون إلى هذه القطعة التي خصصت ويدعون بأن تبنى بها مدرسة واحدة. كلا وألف كلا، لا نتنازل عن هذه القطعة من سابع المستحيلات. اليوم نيابة عن كل أهل القبلة نقف وقفة احتجاجية على ما يجري في محافظة البصرة وبالأخص في منطقة القبلة. رسالتنا إلى الشيخ عبد المهدي الكربلائي وإلى محافظ البصرة وإلى مدير تربية البصرة اللي مع كل الأسف ما حرك كل ساكن ودافع عن هاي الأرض. هاي الأرض مخصصة إلى مدارس، وبلغت البلدية أكثر من خمس مرات أنه هاي الأرض ستباع، تباع إلى العتبة الحسينية بمليار واربعمائة مليون دينار عراقي باستثمار مدرسة واحدة، مع العلم مخصصة بالقرض الصيني إلى خمس مدارس. فاليوم من خلال قناة المربد نتمنى رسالتنا توصل للأمانة العامة لمجلس الوزراء والسيد من محافظة البصرة والسيد عبد المهدي الكربلائي، ينقل له إذا كان المشروع لأجل الأيتام فالمدارس الحكومية يدرس بها التاجر والفقير والغني واليتيم. انت اذا تريد فعلا تدعم اليتيم، اليوم اليتيم محتاج ملابس، اليوم اليتيم محتاج كتب، اليوم اليتيم محتاج دعم، اليوم اليتيم محتاج خدمات طبيه. اذا عندكم هيك مشاريع اهلا وسهلا بكم بالبصره، لكن انه انت باسم اليتيم تريد تاخذ لك قطعه بمكان استراتيجي مثل حي المهندسين، هذا نفاق بعينه. يعني ما اريد نقول شبه نفاق، لا، نفاق بعينه. عندنا احياء فقيره وعندنا احياء مليئه باولاد الشهداء ومليئه بالايتام وبيها ارض فارغه تقدر تروح تسوي لك فيها مدارس. مدارس القبلة، أقل مدرسة بالقبلة ما يقارب 1000 إلى 1200 طالب. زين، أنت المسؤول من وقعت، ليش ما تتخذون سلسلة إجراءات؟ ليش ما تجون تزورون المنطقة تشوفون الواقع مالته؟ ومنو سمح لكم أن تقطعون قطعة الأرض؟ قطعة الأرض يعني بال 2020 الأستاذ صفاء المالكي وتنسيقيات القبلة هي القطعة مخصصة إلى تربية البصرة. زين، أنت من تجي تعطيها، شنو الداعي من تعطي قطعة أرض مخصصة لبناء خمس مدارس؟